بارت 4 شارت 4 فيديو الرابع. كما لدي الصراحة هذا العنوان ديال لهذه الفيديوهات الصراحة. تشوفوا العنوان تشوفوا الصراحة. نكمل القصة ديالي ديال الصور ديالي ديال الطفولة ديالي. علاش كنحكي أنا الأسرار ديالي والطفولة ديالي؟ كنعطي مثال، هذا واحد المثال من القساوة ديال الطفولة ديال المغاربة. أنا على يقين كاين مكفس، أنا على يقين كاين مكفس. أنا كنتمنى إن شاء الله إذا قدر الله وطول الله العمر باغي نعمل واحد البروجي. هذا البروجي هذا غادي يكون إن شاء الله ماشي ضد الحكام ولا ضد الدولة ولا ضد ولا كريتيك، يعني باغي نعمل واحد البروجي. باغي نعمل هذا البروجي إن شاء الله، باغي ندير ندور على المغرب وندور على نسجل مثلا الحياة ديال الناس ديالنا اللي هما غادي يموتوا ما نسمعوا منهم والو، ما عندهمش الامكانيات باش يسجلوا فحالنا حنا اللي عندنا. الحمد لله اللي عطاتنا الفرصه ديال التكنولوجي اللي قدروا نعبروا واخا على واحد الطرف صغير ديال الحياة ديالنا كمغاربة ضعفاء. وانا كنتمنى نحاول نتلقى مع الناس الضعفاء اللي نعطيهم فرصه ونسجل حتى هما القصه ديالهم، والقصه حتى هما يعطيونا شي قصص ديال والديهم واش عاشوا كيفاش عانوا كيفاش قاسوا الطفوله ديالهم والحياه ديالهم حتى هما ان شاء الله، باش نخلي لهم حتى هما فيديوهات ديالهم يبقى يتذكروا عليهم ناس اخرين يبقى يرحموا عليهم ناس اخرين. هذا هي المتمنيات ديالي. نرجع للطفوله ديالي ملي طردوني انا من الخيريه، ملي ما بقيتش شي حد علاش نتكا، لقيت راسي بين ضحات وعشية. لقيت راسي بانه راجل، انا 13 عام وليت راجل، وليت كنسمع دوافع ما بغيتش نقول السميه، ما بغيتش نقول كتدفعني خصني نمشي نخدم على خوتي ونوكل خوتي انا وليت 13 عام وليت عندي شي حد كيدفعني تيقول لي سير خدم على خوتك، وانا محتاج للمعاونة، انا محتاج للمساعدة، انا طفل 13 عام في عواد ما تحضن وتعطف وشي حد يتصنت ليا ويفهمني ويساعدني. لا، وليت انا متهوم، انا هو المسؤول، انا خصني ناخذ المسؤولية ديال العائلة. يعني راه اللي غيسمع الفيديو راه كي عرفني على ما كنهضر. هادشي كان ماشي ما كنقصش بها المسؤولين، ماشي على المسؤولين، كنهضر على العائله، كنهضر على العائله، ما عندها علاقه بالمسؤولين. المشكل ديال المسؤولين وهو ملي كنكونوا اطفال في هاد الصغر هذا وكنطردوا كتشردوا، ما كاينه لا مؤسسات ديال الاطفال اللي كتحضر الاطفال اللي تكون فيهم واحد المهنات، تكون فيها بلومبي الكتريسيان ميكانيك نجار، اللي نقدو هاد الدراري اللي هما كيتشردو، اللي هما كيدحيو والديهم من الديور، واللي هما يتامى ما عندهمش اللي يكون بهم. تكون هاد المؤسسات اللي ساعدوهم. وانا المتمنية ديالي الا قدر الله وكانت شي الا طول الله العمر وكانت يعني شي فرصة، باغي نعمل هاد المسائل. انا واحد من الحلول، ماشي انا ماشي تشوفوا لي كنهضر في فيديو بان راه من الناس اللي كنسب وكنعير ضد الحكومه وضد هذه وضد هذه. انا ضد الفساد، ضد. وانا من كنحس براسي غادي نكون يعني حل من الحلول، وكلنا حنا خصنا نكونوا حل من الحلول. كاع الناس اللي عندهم شي شويه القدره، غير شي شويه ديال القدره اسمو، يحركوا غير صبعهم، يحركوا غير يديهم، نديروا واحد. حنا فرقارات، خلي على الدوله ولا اسمها، ما نتكلموش على الدوله وديرنا حنا. حنا المجتمع، حنا الناس الشعوب ديالنا نقدروا نضموا ونديروا. حنا داكشي اللي ما دارتش لنا الدوله حنا نديروا. عاشورة الزكاة ما خصناش نبقاو نديروا الزكاة بالشريحه والقلقاع. هذاك العهد ديال سيدنا عمر، العهد هذاك فات هذاك. حنا عاد هذا العصر هذا العاشوره، باش نعشرو خصها تتطور،
ça تكون منظمات يعني ما عندها علاقه بالدوله اسمه منظمه حره ما كتستغلش من هاد اسمه ما عندهاش مدخل يعني تجاري تكون منظمه حره اللي كيتكلفوا بها ناس يعني داكشي موقع داكشي محفظ على طريق الدوله على طريق الرخصه يعني ويكون شفاف داكشي المدخول اللي كيحسنوا المحسنين اللي كيصيفطوا الفلوس يكون داكشي يعني كل عام حسابيا وكل عام يكون معروض على الاذاعه على بغات ولا اي صحفي ولا اي اسمه بسم الله هاد الدفتر هاش حال دخلنا ديال الفلوس من عند المحسنين وهاش حال صرفنا وها اللي كنصرفوا وها النتائج يكون كل عام كل سنه وجوج ولا ثلاثه يكون النتائج يكونوا النتائج كبينوا على الناس الفلوس اللي كيصيفطوا لنا المحسنين من اوروبا من امريكا ومن اي ولا الدول العربيه اللي بغات تعاوننا بغات تسالنا على اسمه نديروا خيريات هاد الخيريات يكونوا فيهم افاده للضعفاء الناس الاطفال المتشردين وتكون فيهم نشاطات ماشي غير العمل يكون كره ويكون موسيقى ويكون علم دراسات علميه دراسات يعني دينيه يعني نحسنوا المجتمع ديالنا انا كنحلم بهاد الامنيه هادي ما عندي انا ولاد ما باغي ندير ولاد انا ولادي هما المجتمع ولاد المجتمع هما ولادي انا الوقت اللي غادي نحضر انا ولادي ونخون الفلوس من الدوله اسمه وندير في الابراك باش ندير لولادي انا هادو هما ولادي هما ولاد الشعب كان امر بهذه القضيه انا ولادي هما ولاد الشعب الا نجحنا غير 50 دري في العام 50 دري الا نجحت في العام كتضربوها من 10 سنين وضرب لها 10 سنين شحال هادي لا اسمحوا لي 500 دري كتصور 1000 دري في 10 سنين الا تطوروا تقدموا تقفوا وعندهم نشاطات وتكونوا راه المجتمع غادي يتصلح نصلحوا المجتمع وخصنا نديروا يد في يد وملي خرجت انا من الخيريه ما لقيتش اللي يعاونني رفعت راسي بيدي وجاب الله واحد السيد الله يرحمه مسكين اللي كان كيخدم مع الحاج بريك اللي كيعرف الحاج بريك الكوميسير اللي كان في كوميسيريا سنترال نسيت السميه ديالو هو اللي مسكين اللي كيعرف الوالد داكشي وساعدني هو اللي ساعدني مسكين داني لواحد الكراج كان في درب لوبيلا عند ستاتي وتما فاش تعلمت الميكانيك واللي نسيت نقول لكم انا تعلمت في 6 شهور تعلمت الميكانيك في 6 ديال الشهور باش تعلمت الميكانيك انا اللي كان المستقبل ديالي كان غادي يكون كبير في الكره الدراري اللي كيعرفوني انا في الخيريه راه كيعرفوني راه هما الا شافوا هذا الفيديو راه يقول لك انا ما كنهضرش على الوقت اللي كانت عندي انا 18 17 عام اللي لعبت مع الدري في الشويتي لعبنا في الشويتي جيت لافور وداكشي راه سيريا داكشي اللي شافوه هما سيريا انا راه حبست كره من مول 13 عام ما لعبت معاهم ما بديت كنلعب كره ما رجعت الكره حتى درت 17 عام ما ترينيت ما جريت ما والو وراهم ما شافوا النتيجه الكره ملي لعبنا في الشويتي وتصور راه حبست شحال راه حبست 4 سنين ولا 5 سنين ما لعبتش كره ما ترينيت ما والو ما الدراري اللي كيعرفوني كنلعب كره كنطير في كره هما اللي معايا في الخيريه هما اللي شافوني كنلعب في الخيريه و 12 عام 13 عام بحال داك اللعب ديال ابراهيم دياز ودوك المراوغات وهذاك الشيء كنت كنديرو انا في ولد 10 سنين 11 عام كنت كنديرو كنشد الكره من الجول ملي كنهز يدي كنديرها كندير بصبعي انا تنقول لهم بيت والله العظيم كندير بيت من الجول ديالنا كنجري بها تندير لهم بيت تنقول لهم راه بيت غادي يكون بيت وما الفرقه كتبقى واقفه انا كنلعب بوحدي وهذا النوع ديال اللي كنعطيكم انا هذا المثال راهم كاينين راهم كاينين دراري بغيتو تربحوا المونديال ايوا لا سدوت خصنا نخدمو لا سدوت علاش المدارس ما يكونوش فيهم لي كانتين ديال الماكله علاش مدارس فيهم ما يكونوش تيرانات ديال الكره علاش مدارس ما يكونوش فيهم جرادي علاش مدارس ما تكونش فيهم قاعه ديال
ديال المناوره وقاعد ديال المناوره. حنا قاعه ديال الباسكيت نديرو فيها كلشي، نقدروا نديروا فيها مناوره، نقدروا نديروا فيها السينما، نقدروا نديروا فيها دروس رياضيه، دروس ثقافيه. بحال مثلا هاد الشيء المونديال اللي لعبنا، علاش ما يكونش ما ياخذش درس، ما يكونش دروس في المدارس؟ علاش هاد الدراري اللي عندهم طالون في الكره وهما في المدارس في الكوليج ما نديروش بواحد المحاضره ونجبدوا هاد وناخذوا هاد الفيلمي وهاد هاد المونديال اللي داز ونهضروا على هادشي وناقشوا الاغلاط؟ علاش ما يكونش هادشي؟ ياك بغيتوا المونديال، ياك بغيتوا تطوروا تكونوا انتوما هو العالم الاول في المونديال، ولا سدوت يلا سيدي. اش كتسناو؟ اش كتسناو حنا؟ ولكن المونديال ديالنا حنا، المونديال ديالنا حنا الاول هو العداله. المونديال اللي خصنا نلعبوا الاول نربحوا هو العداله، ما نبداوش من الراس، ما نبداوش من الرجلين، خصنا نبداو من الراس. العكس هو الصحيح، حنا بغينا نربحوا المونديال، حنا عندنا خراب، عندنا الانهاب والخراب والمشاكل الاجتماعيه والمشاكل اللي هي عدليه، ما نكونوش كنتناقضوا. لهذا خصنا نفهموا الاخطاء ديالنا، اخطاء ما عندناش العداله. على ما حسب ما شفت اللي حكموا على الزفسافيه وحكموا، ما عندناش عداله. اسمح لي ما عندناش عداله، ما فيش عداله، هذا لا يعقل، لا يعقل. دولة الحق والقانون، المغرب في تقدم. كنقولوا المغرب في تقدم، واش بينتوا لنا دابا؟ هذه هي النتيجة، لي بروف ماشي الهضرة، لي بروف، عطيونا لي بروف، الحجوج بأن المغرب في تقدم. شنو هما لي بروف؟ هي العدالة، العدالة حقوق الإنسان، حقوق المواطن، ولا ترونسبارونس. لا ترونسبارونس، خصنا نشوفوا لا ترونسبارونس، كفى من الخفيان، من داكشي اللي كنخبيو، خصنا نبقاو نخبيو اللي كي خصنا نقولوه. الا ناض واحد انسان كيمثل الشعب في البرلمان وقال واحد الحاجه تقول له لا، علاش كتقول هذا الهضره؟ علاش تقولنا حنا شحال كنربحوا؟ علاش تقول للشعب اش كنديروا؟ علاش وشنو فينا هو التقدم؟ كيفاش غنتقدموا الا ما كانش لا ترونسبارونسي؟ خصك الواقع، الانسان يكون صريح، يكون يقول لي كاين، ما كاين بس، ما كاين بس، ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش. الله يهدينا، الله يهدينا. انا راه كندير هاد هادشي اللي هضر عليه من الصباح، وانا كنهضر على الفيديوهات، راه حطيت الفيديوهات ونقصت وقطعت ولقيت وصاوبت وسمو. رانا والله العظيم الا عيان، انا باغي نحط راسي الناس، اقسم لك يمين ما خرجش من الدار، والله ما خرجش من الدار، ولا عندي القانا نخرج من الدار، ما عنديش القانا، المورال ما عنديش. انا لو كنت كتشوفني انا كيفاش كنعيش، ما تظنش بان كنعيش في امريكا. ما تظنش بانني كنعيش في امريكا. علاش؟ يعني مسؤوليه، كنحس بمسؤوليه، كنحس بواحد الواجب، كنحس بواحد الواجب، كنحس بواحد انا خصني ندير شي حاجه، ثاني خصني نقول شي حاجه، ما خصنيش نسكت على هادشي، وثاني خصني نكون واحد من الحلول ماشي من المشاكل، خصني نكون واحد من الحلول، نعاون، نساعد، نعطي افكاري. باش نعطي افكاري خصني نكون صريح، باش نكون صريح خصني نقول لي في الحياه ديالي انا اللي مريت منها، ولا اسمو باش نكون معكم صريح، خاصني نقول ما نافقش، خاصني نقول الحقيقه، الحقيقه نقولها على نفسي ونقولها على ناس اخرين، ولو كان والدي نقول لهم الحقيقه. انا ما كنقولش هادشي باش تعطيوني من نصيب، ما واخا تعرضوا عليا انا الحكومه، واخا تحطوا لي بلاصه انا برلمان، ولا ما قادش على داك المسؤوليه هنا.
انا اللي عليا انا هو اللي نقد عليه هو الا قدرت باش نكون حر. وهو كما قلت لكم انا نعمل شي حاجه واحد المنظمه اللي نديروا للمحسنين يبداو يساهموا باش نبداو نعاونوا الناس اللي هما محتاجين، العائلات اللي محتاجين، اللي خصو سكنه ولا اللي خصو خدمه ولا اللي خصو ولا الدراري خصو قرايه ولا خصو دراسه. ما غاديش نبقاو ندقوا على الديور، هاك انت اش خصك، انت ارمله، انت هذه هذه، ما ما ماشي هذا هو الدور. ما 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 غاديش يخدم هادشي، اللي غادي يخدم خصها تكون واحد اورغانيزاسيون، هم يكونوا في كل بلاد في كل مدينه يكونوا فيها هاد الاورغانيزاسيون اللي هي كتدعم من 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 داكشي اللي كيعطيو للمحسنين، المحسنين اللي كيصيفطوا الشيكات ولا ما يكونوش فلوس، كيتصيفطوا فلوس اللي كيت شيكات، الشيكات يتصوروا، الشيكات يتصوروا ويتقيدوا ويتسجلوا، يكون داكشي منظم، ونبداو من مدينه 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 ونصوبوا غادي ونموت انا ويجيو ناس اخرين مورايا ويتبعوا ويموتوا هما ويجيو الناس اخرين ويتبعوا. راه هكذا باش تقدموا الناس، راه ماشي في 24 ساعه غادي تحقق هذه الامنيه ولا شي، هادشي راه كيطلب سنين، راه كيطلب سنين، راه بحال الصحه. شتي الصحه ديال الانسان اللي كتريني وكدير لونترينمون، شحال كتجاهد كتكلف على نفسك طول الصباح وتجري وتاكل حاجه مزيانه وتنعس مزيان، اسمو باش كتولي قوي، كتطلب وقت كثير واحد المجهود كثير، ولكن باش تردم تردم الصحه ديالك راه كطلب غير سيمانه ولا جوج. داكشي اللي خدمتي 20 عام غير سيمانه ولا جوج كيمشي لك كلشي، يعني راه باش تردم راه ساهل، ولكن باش تبدا راه صعيب. وهذا هو اللي خصنا نعملو، خصنا نديرو في يد في يد، ونكونو صدقاء ونكونو صرحاء ونكونو انيست باش نبنيو المستقبل البلاد ديالنا والاخوان ديالنا والخوت، ولا ينجح المغرب ينجح الجزائر ولا ينجح الجزائر تنجح تونس ولا ينجح تونس ينجح ليبيا، والبلاد اللي جاتنا واسمو شي كينقل من شي، شي كينقل على شي، ماشي نضادو نتعاندو ما نضادوش، نتعاندو ما نضادوش، وهكذا باش غننجحو الأمة العربية الإسلامية، وهكذا باش غنضمو. بأن بصراحة على تكلينا على تكلنا على المخزن، حنا ما غنديرو والو، تكلنا على المخزن ما غنديرو والو، راه خص المجتمع، خص المواطن، المواطن يتحكم. وهو أنا نخليكم هنا، كنتمنى ما كثرش شي، أنا هدرت شي 4 ولا 5 دقايق، النهار كله وأنا كنحب. ان شاء الله وبارطاجيو هاد لي فيديو هادي، هادي ممكن نديرهم في يوتيوب، ندوز لك اللينك لادريس وبارطاجيو، ولا كان شي تعليق ولا شي حاجه ولا كاين شي سؤال على الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشوفكم الحلقه المقبله ان شاء الله.